والجهاد على مراتب، لا كما يفهم بعض الناس أن الجهاد هو القتال فقط، لا، وإنما له مراتب. أولها جهاد النفس، جهاد النفس، وهذا أصل، وهذا أصل، جهاد النفس هو الأصل. ولا يمكن أبداً أن يجاهد الإنسان الفرع مع ذهاب الأصل، جهاد النفس. وجهاد النفس هو بالاستقامة على طاعة الله والاستمساك بدين الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فاستمسك بالذي أوحي إليك. قل جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الثاني جهاد الشيطان الذي هو العدو، العدو: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وجهاد الشيطان يكون بسد بابين عليه، باب الشبهات وباب الشهوات. والثالث جهاد المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. والنفاق المقصود فيه من المنافق، من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويكون جهاده باللسان وبالبيان، كما كان السلف الصالح يردون على أهل النفاق الذين يريدون إفساد الدين أو هدم الإسلام. الرابع وهو أقل مراتب الجهاد من حيث الترتيب هذا هو جهاد الكفار، وله شروط أيضا، وليس هو أمر هكذا عبثي، لا، وإنما لا بد من أن يكون بإذن ولي الأمر ويقاتل من ورائه، وأن يكون خلف راية، خلف راية. هذا هو الجهاد الشرعي، لأنه للأسف الشديد يعني اختطف هذا الجهاد وعبث به. الجهاد له شروط مثل بقية العبادات، ومن أهم شروطه أن يكون تحت راية، وأن يكون خلف ولي الأمر، يقاتل من ورائه، كما قال، كما بوب على ذلك الإمام البخاري في صحيحه: يقاتل من ورائه. وكذلك هناك شروط أخرى من جملتها إذن الوالدين.